موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، هو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. وقد قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية. يقول: وكان معه 1500، هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما كانوا 1400، وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 1500، يعني 1500. قال: قلت فإن جابر ابن عبد الله قالوا كانوا 1400. قال: يرحمه الله وهم، هو حدثني أنهم كانوا 1500. قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7. فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم. قال: والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلم بن الأكوع في أصح الروايتين، وقول المسيب ابن حزن قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400، وغلط غلطا بينا من قال كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 وعن 10. وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح أن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا. وقد قال في تمام الحديث بعينه أنهم كانوا 1400. يقول: فصل. فلما كانوا بذي الحليفة، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة المعروف أيضا بأبيار علي، قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. تقليد الهدي أن يوضع في رقبته طوق ليعلم أنه هدي يراد به التقرب إلى الله وذبحه عند أو في الحرم، وأشعره أن يجرح البدنة أو البدن في جانبها شيئا يسيرا حتى تعلم يعني تعلم أيضا أنها هدي. قال: قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه يعني الذي يعرف له الأخبار، فقال: إني قد تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، أسماء قبائل، وجمعوا لك جموع، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلنا؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين، يعني يميل إلى ترك القتال، ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن، مال إلى قول أبي بكر، فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم،
في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بغبرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. خالد قبل الإسلام أيضا خرج لمقاتلة الصحابة، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على طريق حتى لا يشتبكوا بخالد ومن معه. فلما أفلتهم ذهب ينذر قريش. قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، يعني هذه تقل للناقة حتى تتحرك. فألحت يعني وقفت ما تحركت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، يعني وقفت وتعطلت ولا تتحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يدافع عن الناقة، يعني هي ليس هذا من خلقها، وإنما الذي منعها أن تتقدم الله الذي منع الفيل وحبسه عن مكة، وذلك لحكمة يعلمها الله. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتموها. يعني إذا سأله قريش صلحا أو شيئا فيه تعظيم لحرمات الله سيعطيهم ذلك. ثم زجرها الدب يعني فوثبت، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، بئر قليل الماء، إنما يتربضه الناس تربضا، يعني يأخذون منه ماء قليلا جدا. فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في سهم من كنانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يجعلوا هذا السهم في البئر الذي لا ماء فيه. قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. ازداد الماء جدا في البئر وما زال يفور أو يخرج منه الماء حتى تركوه. قال: وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر ابن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت. وهذه نصيحة من عمر وفي محلها، وعمر شديد في الحق وعثمان لين رحيم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. قال: فانطلق عثمان فمر على قريش ببلدح اسم مكان، فقالوا: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارة. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان ابن سعيد بن عثمان فرحب به وأسرج فرسه. قام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به بعثمان وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس فأجاره، يعني كان جعل عثمان في جواره، وأردفه أبان حتى جاء مكة، جعل عثمان خلفه حتى لا يتعرض له أحد بسوء. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به، يعني ظنوا أن عثمان لما تأخر ولما ذهب إلى مكة طاف بالبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. وهذا أيضا من إحسان الظن بالمسلم، يعني كيف يطوف عثمان ونحن منعنا من الطواف؟ فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به، ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. قال: واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين
رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، يعني مناوشات يعني يسيرة، فدعا إلى البيعة، لأن قتل الرسل ممنوع في الجاهلية فكيف في الإسلام. فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، يعني جعل كأن عثمان أيضا في هذه البيعة. قال: ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت، يعني طفت بالبيت حتى أتيت على ما أردت يعني؟ قال: بئس ما ظننتم به، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. يقول: وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، وكان معقل ابن يسار آخذا بغصنها، غصن الشجرة، يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، يعني كانوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نصح له، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوز المطافيل، وهم مقاتلوا وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا أمادّدهم ويخلوا بيني وبين الناس، يعني نجعل مدة وصلحا، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، يعني في الإسلام، فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني ضعفوا عن القتال بسبب ما كان في السنين السابقة، وإنهم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره، يعني سيظل يقاتل حتى ولو كان لوحده أو بمفرده. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. فقال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا ائته. وهذا نكمله غدا إن شاء الله في ذهاب عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له وبما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.